ايوه مين؟ ايه محمد اللي رجعك بدري كده؟ ايه كيس الزباله اللي في ايدك ده؟ انت بتضحك على ايه؟ ده مش كيس زباله. امال ايه ده؟ انا كنت عايز من 21000 جنيه وهو بعتهم لي في كيس زباله. بصي حتى بعتهم لي ايه؟ عشرات وخمسات. الله شكلهم حلو قوي يا محمد. كل اللي يشوفني يقول لي هات كيس الزباله ارميه لك، حتى البواب قال لي هات ايه اللي انت شايله ده، هات ارمي لك كيس الزباله. ايوه بص بقى عايز اقول لك على حاجه، الفلوس دي ايوه حاضر تخديها في اوضه امنيه عشان مش حد بيدخلها. حاضر تمام خلاص حاضر. وانا اروح الشغل. طيب ماشي حطهم في اوضه امنيه. ماشي تمام خلاص حاضر. يلا بابا ماشي مع السلامه. افتحي يا والدة اقفلي يا والدة وردة من هنا شوكولاتة، وردة من هنا شوكولاتة، وردة من هنا شوكولاتة. يا غزل ايه يا عمي؟ انا عايز اسألك سؤال. اسألي يا عمي. هو انت اول ما صحيتي عملتي ايه؟ بصي يا عمي انا عملت ايه. بصي يا امي انا نظفت اوضتي. تعرفي ليه؟ عشان ماما قالت لي البنات الجدعين بينضفوا اوضتهم. بجد يا غزل؟ بجد يا امي. وانت عملتي ايه بقى يا امي؟ انا ما نظفتش اوضتي يا غزل. ازاي يا امي؟ اطلعي يا امي بسرعه نظفي اوضتك يا امي، بعدين نكملوا لعب. تعرفي يا غزل انا هسمع كلامك. تعرفي ليه؟ ليه؟ عشان ماما تكون مبسوطه مني. ماشي يا امي. ماشي يا غزل هروح انضف اوضتي وجايه لك تاني. ماشي يا امي. ايه يا بنت يا مكة يا بنت خير؟ انا عايزة جنبية جديدة يا بغل اللي عليا دي. يا بنت ما اللي عليك كويسة ايه؟ ده يا دوب بقالها 3 سنين بس. 3 سنين يا ابو انا عايزة واحدة جديدة. ما تبقيش طماعة زي امك، امك كده طماعة. انا عايزة واحدة جديدة ماليش دعوة. طب بص يا بنت يا مكة يا بنت. نعم. انت عارفة الظروف يا بنتي. هجيب لك منين يعني؟ تمام اول ما اقبض الجمعية باذن الله بجيب لك واحدة جديدة. ماشي يا عم. خلاص بقى ما تشيلنيش الهم. بابا عليك ايه؟ ايوه وفي ايه النهارده؟ ايه يا امي ما كملتيش لعب ليه امنيه مع اصحابي؟ انا طلعت يا ماما عشان انا كنت عايزه اعمل لك مفاجاه. ايه هي بقى المفاجاه؟ ما انا لو قلتها لك مش هتبقى مفاجاه. طيب ماشي 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 ماشي. مش عارفه في ايه النهارده والله. انا ماما هتكون مبسوطه مني قوي. شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الالوان ورسم على الحيط. اعمل ايه وياك يا حماده اللي عملته ده اسوأ عاده. اعمل ايه وياك يا حماده اللي عملته ده اسوأ عاده. عايز ترسم ارسم بس ما تشخبطش على الحيط. شخبط شخبيط لخبط. عم احمد بيقول لك ابويا عايز فلوس الجمعيه. سوكا هو انت كل شويه لازم تيجي لابويا؟ يا حبيبتي ما هي فلوس عليك وما تدفعوها ولا تقولي لابوك يدفع. وانت بتزعقي كده ليه؟ ما بالراحه عليه شويه. انت عارفه والله والله ممكن انزل لك الاوضه بتاعتنا وما حد يعرف لك طريق خالص. لا خفت مني كده. بنت يا مكة مش قد جايه خلاص. امشي يا سوكا السعاده. امشي السعاده يا سوكا. هو ايه اللي امشي السعاده؟ عايزه فلوس يا عم. ما تزعقيش لابويا يا حبيبي. خلاص يا خلاص يا مكة البنت عصبيه دلوقتي. امشي السعاده اسمعي مني. امشي خلاص. اهدى يا مكة. ايه انا عارفه قصيره كده اهو بس متعبه. لا والله لو نزلتك الاوضه ما حد هيعرف طريقك تاني. خلاص يا مكة اهدى. زعقي لها يا بنت. يلا امشي. خلاص يا بنتي. ايه يا بنتي؟ انت يا بنت انت مش فارحه غير في طولة اللسان. ايوه يا حبيبي. انا لو ما سبتك همسح بيكي الارض. ما تقدريش والله انزلك الاوضه. انت حرام مش احسن لك يا بنتي. اسمعي مني. امشي السعاده. امشي امشي. ماشي يا عم. ايه ده؟ يا
جدعة يا بنت يا مكة، كل ما تيجي تديها على دماغها. أنا معيش فلوس الجمعية يعني، أجيبها منين؟ أجيبها منين أنا؟ ماشي يا بنت يا مكة. نعم. روح يلا نلم الزبالة. ما تروح يا بنت، خلصي. حاضر. باي باي عليكي باي. قد كده اهو بس لسانها قد كده اهو. باي يا اختي عليكي باي انت بنتي. يا بنات يا بنات يا بنات، واللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية ولا دقش الحلويات. حلوة الأيام فعليا علشان خلفت بنية، وأنا شفت الأرض اتهزت ولا ملك الحيط عليا. أنا عندي زبالة كتير أوي في أوضتي. بس إيه ده؟ إيه ده يا ماما؟ ماما حتى كيس الزبالة عندي في أوضتي. أنا بقى هحط الزبالة كلها في الكيس ده، وبعد كده اروح ارميه في صندوق الزباله، وماما هتكون مبسوطه مني قوي قوي قوي، وهتعمل لي اللي انا عايزاه. حسيت الدنيا اسودت في وشي. بيقول لك ابويا هات فلوس السلف اللي عليك. عايز ايه؟ فلوس السلف اللي عليك. يا عم احمد، يا عم احمد يا ابني ابعد شويه يا ابني، انت الدنيا ايه يا ابني؟ ايه؟ ما تجيب فلوس السلف اللي عليك يا عم احمد. خش تقعد جوه عين احسن، انت مقرب ليه كده مني يا ابني؟ هو كده يا عم احمد. عم احمد، عم احمد، عم احمد. ايه يا ابني مالك يا ابني؟ صدعتني. عايز الفلوس السلف اللي عليك يا عم احمد. سايبها لك وماشي. عم احمد، عم احمد، عم احمد، وسع بقى عشان في صراصير جوه. عم احمد ايه جاي؟ ايه ده؟ مين اللي رامي كيس الزبالة دوت؟ أكيد من عند أستاذ محمد. أنا لا يمكن كيس زبالة يعدي من تحت إيدي. ممكن ألاقي في لعبة، عشان المرة اللي فاتت لقيت في كيس الزبالة لعبة. إيه ده؟ كل دي فلوس؟ فلوس يا معاوي. انا بقى هروح ادي الفلوس دي لابويا ويدفع فلوس الجمعيه ويجيب لي عبايه جديده. محمد. ايه يا حبيبي؟ انت مش ناسي حاجه؟ ناسي ايه؟ احنا اول الشهر، فين مصروف؟ بقول لك ايه؟ ال 20,000 جنيه اللي عطيتهم لك، الخمسات والعشرات. ايوه اللي قلت لي حطيهم في اوضه امنيه. خدي منهم اللي انت عايزاه. يعني اللي انا عايزاه كله؟ اللي انت عايزاه كله. طب ولو عايزه اجيب طقم جديد مثلا؟ ولو نفسك في اي حاجه بيه. اي حاجه؟ اي حاجه. ربنا يخليك لينا يا رب. بشوفي امنيه برضو لو محتاجه اي حاجه بها. ربنا يخليك لينا، ما يحرمناش منك. هو يخليك لينا. بابا انت يا بنت، انت اتخبلت يا بنت، جايبه الزباله هنا على الفرشه اللي بناموا عليها. زباله ايه بس يابا؟ زباله ايه بس؟ فلوس يابا؟ دي حقيقيه دي ولا لعبه؟ بص يا بابا الفلوس، بص الفلوس. بنت يا مكة يا بنت. نعم يا بابا. سرقتهم من انهي بنك دول؟ سرقتهم ايه يا بابا؟ لقيتهم إيه؟ في الزبالة. اكيد يعني كيس الزبالة دوت من عند استاذ محمد. بص يا بابا الفلوس، كل دي فلوس. فلوس يا معاوي يا بابا. يا باي عارفة يا بنت يا مكة؟ ده انا اكتر مبلغ مسكته في حياتي كان 35 جنيه.
بتهزر ياما. كل دي فلوس. انت بص بقى معاك فلوس ياما. هات يا بنت هات. هات يا بنت حط حط. عم احمد بتقول لك ام منى هات الفلوس اللي عليك. عايز ايه يا حبيبي؟ بتقول لي بتقول لك ام منى هات الفلوس اللي عليك. مين اللي بتقول لك؟ ام. مالها بقى؟ عايز الفلوس اللي عليك. مفيش فلوس، ابويا ما معاهوش فلوس. لسه ما قبضش. دخلك الاوضه. وعشان والله والله هدخلك الاوضه في وسط الصراصير، خلي الصراصير تاكلك. انت يا ابني امشي دلوقتي يا ابني. حر. اسمع مني امشي دلوقتي. عبيده ولا ايه؟ يا عم اسمع مني امشي دلوقتي. هي مين اللي عبيده يا ابني؟ خلاص يا بنت يا مكه مش كده. مين اللي عبيده يا ابني؟ يا بنت يا مكه اهدي يا بنت. والله هدخلك الاوضه. انت اللي عبيد يا بنت مش كده. انا عبيد يا ابني. امشي امشي يا ابني هدخلك الاوضه. ما حد هيقعد مكاني يا ابني. امشي اسمع مني. سبع عصبية دلوقتي. سبع امشي يا ابني. هلا 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 هرب ده. جدع يا بنت يا مكة يا بنت. بص يا بنت يا مكة. نعم يا ابني. الفلوس دي تمام هنروح نحطها في التلاجة اللي ورا، ولو أي حد سأل على الفلوس دي جه سألنا ما نعرفش حاجة. ما نعرفش حاجة. الشركة بتاعت الزبالة ايه اللي جت اخدت الزبالة وماشي. روح روح دور عليها في الزبالة. تمام يا ابني. يلا بينا يا بنت. يلا. الله اوضتي بقى شكلها حلو قوي لما نظفتها. انا كل يوم هنظف اوضتي، وكمان ماما تكون فرحانه مني. حبيبتي افتحي شباك انا جيت، انا واقف تحت البيت مش عاوز زيت وسيت. وحشتيني بتلفي وتدوري عليا ليه، مش عايزه تحني ليه. طب بصي يا بنت الايه. يا امنيه يا امنيه. نعم يا ماما. ماما ايه؟ انا عامله لك مفاجاه. وانا كمان عامله لك مفاجاه. قولي انت مفاجاتك الاول. اولا الاول؟ اه. طب ماشي يا ماما. انا نظفت اوضتي يا ماما. ايه رايك يا ماما؟ الله يا امنيه شاطره. حلوه؟ برافو عليكي يا امنيه. المفروض اصلا البنات الحلوه تقوم من النوم تنظف اوضتها وتروقها، وبعد كده تروح تغسل وشها بقى وتنظف نفسها، صح ولا مش صح؟ صح يا ماما، وانا كل يوم هنظف اوضتي يا ماما. برافو عليكي يا امنيه شاطره يا امنيه. قولي لي بقى انت مفاجاتك ايه؟ هقول لك دلوقتي. قولي لي يا ماما. كان في كيسه هنا يا امنيه، راحت فين؟ اه كيس الزباله انا رميته يا ماما في صندوق الزباله. زباله دي ايه يا امنيه؟ في ايه يا امنيه؟ دي فلوس. فلوس تحت ابوكي يا امنيه. لا يا ماما دي كانت محطوطه في كيس زباله. يعني كيس زباله يعني يا امنيه؟ مش قبل ما ترمي الكيس يا امنيه تبص فيه؟ يعني انا هاجي احط الزباله على المكتب يا امنيه؟ يا ماما دي زباله. كان جوه زباله ايه بس؟ تعالي روحي اقول لابوكي، ربنا يستر من ابوك هيعملوا فينا. كانت فلوس. تعالي يا امنيه تعالي. انا ما اعرفش يا ماما. محمد في ايه يا مالك؟ مالك يا امنيه؟ بص يا محمد استنى. امنيه رمت الفلوس في صندوق الزباله اللي تحت اللي عند البواب. انت بتهزري ولا ايه؟ والله ما بهزر يا محمد، دي في حاجه فيها هزار. انا من امتى انت يا امنيه بترمي الزباله؟ انا فكرتها زباله والله فقلت ارميها. اسمع اسمع، امنيه حبت تعمل لي فجاه وبتقولي يعني يا ماما ان انا رتبت اوضتي، فتقريبا انا حطيت الفلوس على المكتب فهي افتكرتها زباله ونزلت رميتها. رميت الزباله امتى يا امنيه؟ انا اسفه يا بابا والله. وانت من امتى بترمي الزباله؟ انا اسفه يا بابا. انتوا بتهزروا ولا ايه؟ طب الاول طيب الاول نبت. طب تعالوا قلتوا شوفوا انتوا رميتوها فين؟ طيب يا امنيه رميتوا هنا يا بابا. الزباله فاضي. انتوا بتهزروا ولا ايه؟ والله انا ما بهزر، هي لقيت لي يا ماما انا رميته هنا. انا ما اعرفش مش انا عارفه. والله العظيم ما هسيبكم. طب تعالى نسال عم احمد الاول. طب قدامي. يلا عم احمد. والله العظيم يا استاذ محمد فيك الخير. القهوه دي يا استاذ محمد بن. بص اسمعني بس الاول. ام مكه كوبايه قهوه. انا مش عايز حاجه. خير بس بقول لك ايه اتفضل. بنتي امنيه كانت رامية كيس زبالة اسود ما شفتوش؟ بص يا استاذ محمد الكلام ده انت بتتكلم باعصاب هادية ليه؟ ما تتكلم على طول. ماشي الكلام ده. الساعة كام يا استاذ محمد؟ الساعة كام يا امنية؟ هو كان الصبح خالص يا ماما من ساعة تقريبا. بص يا استاذ محمد خلاصة الموضوع، بنت مكة بتلم الزبالة على العشاء تمام؟ تمام. والعربية بتيجي في الصباح الباكر بتلم الزبالة كلها، وهتلاقي دلوقتي زي على ما اعتقد البرميل فاضي يعني. ايوه ما فاضي ما شفته. اه يبقى الشركة خدته. الشركة خدته؟ اه.
طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ والله العظيم ما هسيبها. اصل انا يا استاذ محمد عندي حساسيه، انا خلي بالك من الزباله، فانا بطلت المها. طب انت يا مكه ما شفتيش كيس الزباله؟ لا بص يا استاذ محمد، احنا كل يوم بنرمي الزباله بعد العشاء، والناس بتوع الزباله بيجوا ياخدوها، والجار ده اللي بيبقى فاضي وما فيهوش حاجه. بص يا استاذ طب احنا دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الكيس دوت في حاجه مهمه قوي قوي كده. في اوراق شغل مهمه قوي. لا والله انت بتتكلم بجد؟ بجد؟ ايوه. بت يا مك نعم استاذ محمد ضاع منه ورق مهم. انا جات لي فكره يا استاذ محمد. ايه هي؟ سبحان الله تاهت ولقيناها والله العظيم. طب قول بسرعه. ما تخلص يا عم مهما وتقول. انا هقول يا استاذ محمد، والله العظيم يا استاذ محمد انت ابن حلال، والحاجه الوالده دعيالك. اقسم بالله يا عم قول وخلاص. بطل لك لك. انا معارف الفكره دي جت في دماغي ازاي، سبحان الله كده وانا قاعد كده اهو هوب نزلت في دماغي. اول ما قلت لي اوراق مهمه انا عارف برضه الصوت محمد. يا عم بتتكلم خلاص انت هتزهقني. الورق مهم ما ينفعش نسكت عليه. بص يا استاذ محمد، حضرتك هتاخد بعضك وتطلع على الصحراوي. تمام تمام. اطلع ايه؟ على الصحراوي، هناك في مقلب زباله كبير، هتراضي الناس اللي هناك وهيدوروا لك على الاوراق اللي انت عايزها. هو هناك حوالي في 100 حوالي شغال 100 واحد، كل واحد ب 100 جنيه يعني ب 10000. ب 10000 ولا بكام؟ 10000 يا بنت. 10000 لو الورق مهم شايف كده يساوي فوق ال 10000 الورق قيمته كده اهو، تروح هناك وتديهم فلوس هيطلعوا لك الورق ولو ايه على الصحراوي يا استاذ محمد. طب انا هحكي لك على حته موقف يا استاذ محمد عشان تصدقني بس، بمناسبه يعني اللي انت ضاع منك اوراق مهمه. انا اسفه والله يا بابا. كان في واحد صاحبي تمام معاه محفظه كده يا استاذ محمد مليانه فلوس يا استاذ محمد، ومليانه اوراق وبطايق وحاجات بالهبل برضه. ايه نسيب في الزباله. عارف اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اخذ بعضه طلع على الصحراوي. ها سبحان الله، قال لي الناس هراضيكوا وتدوروا لي على المحفظه بتاعتي. لا المحفظه يا استاذ محمد، استنى يا استاذ محمد، اصل المحفظه دي يا استاذه كانت الحاجه جايبها له، والحاجه توفت. أيوة. والمحفظه دي كانت غاليه عليه جدا. ايوه انت فاهم ازاي، كان بقى بيعتبرها تذكار يعني كده اهو من ناحيه الحاجه الوالده، فهي ما يعرفش بقى اللي هي لا المحفظه الزباله. فيا استاذ محمد بتوع مقلب الزباله جم قالوا له خد يا عم الكيس بتاعك اهو. سبحان الله يا استاذ محمد، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بيفتح يا استاذ محمد كيس الزباله. لا المحفظه. لا ما لقاش يا استاذ محمد لسه. ده انت بارد وما عندكش دم. ماشي شكرا يا استاذ محمد. قدامي على الصحراوي يا استاذ يا عم، ما تتكلمش معايا خالص. على الصحراوي قدامي. يلا انت بقى بارد. ضربني في عيني يا بنت يا مكه يا بنت. بس رايك يا بنت ابوكي عمال يتوهوا ازاي؟ شفت ابوك يا بت؟ شفت. ما احنا لازم ننام على الفلوس يا بت يا مك. بقول لك ايه يوم؟ ايه؟ احنا لازم ننام على الفلوس وناخدوا بعضنا على البلد ونروح ونجيبوا لنا طب. بس بعد 10 ايام عشان لو مشينا دلوقتي هيشكوا فينا. بت يا مك يا بت، انت دماغك دي ايه يا بت؟ دماغك دي الماس. دماغك دي ذهب يا بت، انت بتجيب التفكير ده منين؟ انت طالعه ذكيه يا بت لابوكي. ابوكي ذكي كده برضه. صح صح. يا امك اسمها ايه؟ يا ام مكه كوبايه قهوه يا استاذ محمد. هو فين استاذ محمد؟ ما هو ماشي بقى على الصحراء.